الأساسية يعتبر ذات النشاط تنفيذا لبرنامج عمل للحكومة الذي يركز على تطوير الاتصال المؤسساتي، لا سيما من خلال وضع مخططات اتصال قطاعية منسقة وإعادة تأهيل خلايا الاتصال وإنشاء نظام اتصال وإعلام حكومي متجانس عبر المؤسسات والإدارات العمومية. ضمن هذا السياق يواصل قطاع الاتصال أعمال برنامج عمله الهادف أساسا إلى تطوير أداء الصحافة العمومية والخاصة عبر مختلف الوسائط ضمانا لحق المواطن في المعلومة الموضوعية وتعزيزا لعلاقته بمؤسسات الدولة مركزيا ومحليا.